كلمات من ذهب لأمير المؤمنين عليه السلام. قال عليه السلام لما سمع قول الخوارج: لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل. وقال عليه السلام في صفة الغوغاء: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل بل قال: هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا. فقيل قد علمنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يرجعوا أصحاب المهن إلى مهنهم، فينتفع الناس بهم كرجوع البناء إلى بنائه، والنساج إلى منسجه، والخباز إلى مخبزه. وقال عليه السلام: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وقال عليه السلام: وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أننا شركاؤك في هذا الأمر. فقال: لا، ولكنكما شريكان في القوة والاستعانة، وعونان على العجز والأود. وقال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم. وقال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه. وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. كلمات من ذهب لأمير المؤمنين عليه السلام.